H1B هي الفيزا العمل اللي موجودة لكل أشخاص بأي بلد بالعالم، موجودة للأشخاص اللي عندهم أقل شيء باتشلرز ديجري، بكالوريوس ديجري 4 سنين، أكو أنواع بكالوريوس ديجري يعطوها خلال 3 سنين بعدة من البلدان، لازم يكون عندهم تسوى 4 سنين مثل ما تكون بروجرام بالولايات المتحدة. حتى لو إذا كملوا ب3 سنين يقدرون يجوز يسووا لها إكويفالنسي ل4 سنين، بس لازم تسوى 4 سنين مثل بروجرام بأمريكا. بس هي نوع الفيزا لازم تكون بروفيشنال تايب أوف جاب، ماما لازم يكون عندهم إكسبيرينس، هم يكونون يحصلون شغل ويا الشركة بالولايات المتحدة، هاي الشركة تقدم لهم المعاملة، وهي المعاملة راح يخليهم يستحقون يشتغلون أول شيء لحد مدة 3 سنين، وبعدين يقدرون يجددوها ل3 سنين إضافيا، وأثناء هاي الفترة راح يقدرون يقدمون على جرين كارد خلال نفس الشركة، لو إذا يلقون شركة ثانية تقبل تقدم لهم على جرين كارد على الديجري مالتهم والإكسبيرينس على الجرين كارد. بس كفكرة عامة، هل نوع الفيزا الـ H1B فيزا لازم الأشخاص يقدموها خلال مارتش كل سنة؟ بس هاي الفترة موجودة، هي انفتحت بمارتش 1st وموجودة لحد مارتش 18th، فباقي عندنا بس 4 أيام يقدمون عليها، وطبعا مو هم يقدمون، لازم الشركة تقدم لهم. وهل نوع الفيزا مرات نحكي بها كلاتري؟ السبب نحكي بها كلاتري لأنه بس يطون 85,000 فيزا كل سنة للأشخاص اللي يقدمون لأول مرة، وأكو أكثر من 300,000 اللي يقدمون بالسنة، فيسوون لاتري سيستم. أول شيء نسوي الريجستريشن، هي الريجستريشن تبدي مارتش 1st لحد مارتش 18th، بعد ما كل الأشخاص لو كل الشركات تقدم الريجستريشن، الحكومة الأمريكية الـ USCIS تسوي اللاتري الراندوم سيلكشن بمارتش 31st. بداية مارتش 31st تبدي تبلغ هذول الشركات اللي حصلوا السيلكشن مالتهم،